والآن إلى أخبارنا المحلية، حيث شهدت لجنة حقوق الإنسان والبدون البرلمانية اليوم مناقشة أعضاء اللجنة مع فريق من وزارة الخارجية حول إمكانية تعيين محام للمعتقل بالولايات المتحدة سليمان أبو غيث. وفي موضوع آخر، طلب نواب من المجلس بضرورة الإسراع في قرار قانون التأمين الصحي للإطفائيين بعدما تكررت الحوادث لهم. ألغت عدد من القضايا السياسية بظلالها على أروقة مجلس الأمة اليوم، فلا تزال قضية الإطفاء عمار عابدين المصاب جراء حريق بناية السالمية مؤخرا تلاقي أصداءها لدى النواب. فطالب النائب عبدالله التميمي سرعة إقرار قانون التأمين الصحي للإطفائيين، وهو الذي قدم به الأعضاء مقترحا لم يرى النور لحد الآن. سبق وأن قدمنا مقترح للإطفائيين يتعلق بالتأمين الصحي على الإطفائيين، وكذلك رصد ميزانية العلاج في الخارج، وأعتقد الآن آن الأوان أن تقر هذه القرارات وحقيقة الأمر والتعجيل فيها، لأن طبعا يعني الإطفائيين تجدون يعني بين فترة وأخرى إصاباتهم كثيرة وبليغة وخطيرة، وهم من يقدمون حياتهم من أجل إنقاذ الآخرين. من جانب آخر، طالب النائب يعقوب الصانع الكتل السياسية المعارضة إعلان موقفها صراحة من مسألة الصوت الواحد دون الحاجة لمعرفة حكم المحكمة الدستورية حياله، معتبرا أنهم يستخدمون حاليا المنطقة الرمادية للتكسب السياسي لاحقا. عليهم أن يذكروا مواقفهم السياسية وأن يكون لديهم بيان واضح المعالم، إما في المشاركة أو عدم المشاركة، حتى يكون المجتمع الكويتي يعرف من هم هؤلاء وإذا كانوا لديهم المبدأ. فالمبدأ لا يتغير باختلاف المصالح السياسية والتكسبات السياسية. المبدأ مبدأ، أنتم رفضتم الصوت الواحد، إما أن تستمرون أو تقولون لا يبقى إحنا كنا رافضين وننتظر حكم المحكمة الدستورية، شأنهم شأن من تقدم بالطعون، لا أن يعني يستخدمون المواربة والخط الرمادي والمنطقة الرمادية. المنطقة الرمادية الكويتيين دائما يرفضون هذه المسألة. من جهة أخرى، ناقشت لجنة حقوق الإنسان والبدون البرلمانية ملف سليمان أبو غيث المعتقل بالولايات المتحدة الأمريكية، بناء على طلب أهل المعتقل بمحاولة منهم لضمان محاكمة عادلة له. وحضر الاجتماع وفد من وزارة الخارجية الذي نصح بلجوء ذوي المعتقل لمنظمة الصليب الأحمر الدولية. ممثل وزارة الخارجية طلبوا أو نصحوا بأن تلجأ الأسرة إلى الصليب الأحمر، لأن الصليب الأحمر لديهم يد طويلة في هذا المجال حقوق الإنسان ويستطيعون الوصول إلى جميع السجناء ومعرفة أحوالهم، وفي بعض الأحيان عمل ضغط على الحكومات في سبيل إحقاق الحق. حمد النبهان من مجلس الأمة، قناة